رجعان تاكلي؟ حلوين قوي البنتين اللي كانوا معاك في عيد الميلاد. بنتين؟ طيب همشي بقى عشان احمد زمانه راجع من الشغل. انت بتستعبطي يا لينا؟ انا برضو اللي بستعبط يا بنتي. والله ما اعرف شفتهم فين قبل كده. يلا ابنك بيعيط اهو. هو انت جيبي معاكي سليمي وانت جايه تجي لدكتور سنان. وما ينفعش اسيبه لوحده في البيت انني واخده اجازه النهارده. طبعا من اليوم كله ضاع في رغي ملوش لازمه وفي اللعب مع سليمي. عمر، وانا ممكن اسالك سؤال؟ سؤال كل مره من غير ما تفكر ولا تبرر. هو انت من جواك شايفني رخيصه قوي للدرجه دي؟ انا بجد مش عارف اقول لك ايه. قول اي حاجة غير اللي انت دايما بتقولها. الرد السخيف بتاعك اقبلي نفسك زي ما انتي. طب عايزاني اقول لك ايه يا دينا؟ لا ما تقولش حاجة، انا ماشي يا عمر. اوه يا دينا يا دينا، افهمي بقى في ايه يا دينا؟ انت هتقفشي تاني ولا ايه؟ دينا عارف يا عمر، اي ست في الدنيا لما بتقابل راجل وبتحبه بجد بتتمنى ان هو يكون اخر راجل في حياتها. وانا لما اتجوزت احمد كنت فاكره ان هو الراجل ده. وبعدين بقيت معاك. بكره نفسي بجد، لا عارفة ابعد عنك ولا عارفة اتطلق من احمد عشان خاطر ابني. انت عارف بحس بايه لما بشوفك مع واحدة تانية؟ بحس ان انا رخيصة اوي، انك ماشي معايا زي اي واحدة بتمشي معايا، وانك ما بتحبني زي ما بحبك قوي. وبتصعب علي نفسي. انت مش عارف بحبك قد ايه. أكيد ما شفناش من بره. أنا شفته هو بيبص لي. رشيد شافنا يا عمر.